انا بس حابب اوضح موضوع اللاعب احمد عيد، ان هو الفتره اللي فاتت طبعا في كلام كتير حوالين اللاعب وقصته هيبقى في انبي ولا في الزمالك. انا بس حابب اوضح ان في البدايه احنا لما تعاقدنا مع نادي الزمالك واللاعب ان احنا ناخد اللاعب اعاره بنيه الشراء، وان مش من حق نادي الزمالك او اللاعب احمد عيد ان هم يمتنعوا في حاله ان احنا فعلنا بند الشراء، وده شرط مكتوب في العقد اللي موثق في اتحاد الكره المصري. وفعلا احنا استنينا لنهايه الموسم وبعتنا لنادي الزمالك جواب وصوره منه لاتحاد الكره المصري ان احنا بنفعل بند الشراء اللي هو 3 مليون جنيه، على اساس ان نبعت لنادي الزمالك ويرد علينا هنحوله الفلوس على انه حساب، يعني لان انتوا اغلبيه الناس عارفه ان في مشاكل في موضوع حساب نادي الزمالك، فاحنا كنا عايزين الموضوع يمشي بسلاسه يعني ما فيهوش اي مشكله. بس في الحقيقه فوجئنا ان اللاعب ابتدى يقول ان هو يعني مش عايز يمضي العقد التعاقد اللي بينه وبين النادي انبي، هو عايز يرجع الزمالك، ما يعني برضه في خطوه غريبه شويه. بس ما كانش عندنا مشكله على اساس ان احنا نقعد مع اللاعب بس ونتفاوض معاه في بنود التعاقد بيننا وبينه يعني. بس هو في الحقيقه فاجئنا النهارده برضه بخطوه برضه تانية انا شايفها يعني جامده شويه، ان هو نزل تدريب نادي الزمالك. احنا بمجرد ما بعتنا الجواب لنادي الزمالك احنا كده فعلنا بند الشراء، فما هو كده اصبح لاعب من حق نادي انبي. اعتقد كده ان احمد عيد بيعرض نفسه للايقاف، لان الموضوع لاعب المفروض ان هو لاعب نادي انبي مش مسموح ان هو ينزل تمرين فريق اي فريق اخر، يعني مع احترامي الشديد والكامل ومقدر جدا نادي الزمالك طبعا بجماهيره وشعبيته، بس في النهايه هو في تعاقد ونادي الزمالك نفسه موافق على التعاقد ده واللاعب موافق على التعاقد ده، فمن البدايه احنا عاملين كل حاجه صح يعني. فالخطوه اللي اتخذها احمد عيد النهارده ان هو ينزل التدريب، وسامعين زي ما حضراتكم اكيد بتسمعوا ان هو هيسافر معاهم البطوله العربيه، انا برضو مش عارف هو طب هيتأيد ازاي يعني العقد اللي بيننا وبين نادي الزمالك واللاعب بينص ان اللاعب مجرد انا ما بعت الجواب بتاع بند تفعيل الشراء خلاص اصبح لاعب في نادي انبي. فاتمنى ان الموضوع ما يروحش لابعد من كده، اتمنى ان اللاعب يعني يفكر شويه ويرجع ويرد على تليفونات بتاعتنا ويجي النادي نادي انبي ونقعد ونتكلم، واكيد هنوصل لحلول، لان في النهايه احنا نادي انبي يعني مش من الانديه اللي بتحب تسيب حقوقها يعني، وعمرنا ما تخطينا حد حق ليه حق عندنا يعني.